عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في المعادي؟ فرع عشان استر يا رب، ما عايزش مشاكل، ما عايزش مشاكل، ما عايزش مشاكل يا هريدي. عندي ربكة، ربكة برجوازية. عندي ربكة برجوازية. برجوازية يعني بلاش طاقية، عندي حساسية. لمحتهم، لمحتهم، لمحتهم يعني. يعني قلبي مقبوض. قلبي مقبوض. كله على الله. تسحم علينا بقى وشغلانة ما يعلم بيها الا ربنا، شغلانة ما يعلم بيها الا ربنا، عليها قليل. ما تشتغلهاش يا عم. لا يا عم، بقول لك ايه، ما تسيبني في حالي، يعني ايه ما اشتغلهاش؟ يا عم ايوه ما تشتغلهاش. وحدة يا هنيدي، عسران عسران يا هنيدي، عسران. ايه اللي جابكم اليوم ده؟ انت في وشك فجر، انت عايز تهرب؟ في وشك فجر وضيق علي، عايز تهرب منين؟ انت ضيق يا اخي منين ليه؟ عايز تهرب من نينا؟ نينا بتحبك، عايز تهرب من نينا؟ يا عمري ما فكرت اهرب من نينا. امال ايه نينا؟ هو في جمال نينا؟ ده انا كنت ليه النهار قاعد مع نينا، بس انت السبب. اني انت يا عصران السبب. اني وهدان ده عصران. انت يا عصران السبب. ايه اللي حصل؟ قول لي. اقول لك اللي حصل ايه. قول لي. نسيت؟ ان كنت نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنجره. الدفاتر فاكر ايه ده انت؟ عشان دي حسابات بنصفيها مع بعضينا، وكنا كلنا بنقعد مع نينا. والناس تحب منتصر. منتصر مين؟ ما عارف. نرجع لمرجعنا. ايوه بيقول لك ايه مرجعنا بقى؟ اقول لك انا البيه. أيوة. واد عمك. أيوة. راح للظابط عليه. أيوة. وقلت له، قال لك ايه افكرك؟ قال لي يا عم صح. ايه داي؟ ايه داي؟ استنى وقف عندك، وقف عندك. تغلط في قرايبيني. ايوه يا عم، ما تحاسب انت. انت بتطلع ايدي حاسب مين؟ انت جد اللي بتقوله ده؟ ايوه جد يا عم. لا ده انا ولاد عمي على الغريب، وانت الغريب. انت الغريب. انت الغريب. انت الغريب. كيف يا غريب؟ طول عمرك يا غريب. يا راجل انت من نجايحك. انت عسران. انت من نجايحك. روح على ايدك يا عم. هتموت زي ما مات جديك. يا عم مات جديك. مات ازاي؟ جديه؟ متخزوك. مين اللي خزوك؟ جديه. جدك انت اللي خزوه. ارجع لمرجوعنا. فاكر من ايام الكيجي؟ ايام الكيجي لما كنت بتاخد السندوتشات. اللي حصل؟ اللي حصل كنت بتاخدها من البت هنيه. ايوه. انت مين انت؟ عم بس ما تقولش مين. هتموت انت وولدك. انت وولدك هتموت. ده ولدك. اقتل ولدي. ده ولدك. انا خلاص. ايوه هو ده اللي عليه الدور. ده ولدك. انت اللي عليك يا ولد. ده ولدي. ده محمد ولدي. محمد ولدي. محمد خضري ولدك. ايوه هو اللي عليه الدور في الطار. يا عم اوعى. اوعى يا ولد. اوعى يا ولد. اوعى يا ولد. ولا يهمك. ولا يهمك. اوعى يا ولد. اوعى ايدك لك. اه يا طباع. تزغد لي. وبالوالدين احسانا. خلصوا على رجاله. خلصوا على مين؟ خلصوا عليه. خلصوا عليه. انت هتموت موتة. موتة البرغوث. موتة البرغوث. اهو كده كده يا برغوث النزعة انت. بالمبيد الحشري. واجيب رقبته. خش بينا فراسي. ادخل فينا. انا اخلص عليك. نزل يا عم نزل. نزول ده انت هتخلص عليك. نزيع الحلقة دي ولا لا؟ صعبك هيشوفوها والدنيا بتاع تطلع وحش. انت بتضرب صعيده وبتاع صعيده. دلوقتي حلقه جديده يا جماعه من كريزي تاكسي، وكاركتر جديد، ودنا بنلف في الشوارع اهو في انتظار الضحيه. مساء النور والجمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش الو ايه يا حبيبي؟ قلبي وانا اعمل ايه بس؟ والله العظيم الدنيا زي الزفت.
مفيش شغل مريح تريحة ما يعلم بيها إلا ربنا أقسم بالله. لا إله إلا الله. طب وهي الحضانة دي عايزة كام؟ طب ما ننفعش نوديها حاجة حكومة طيب ولا أي حاجة؟ يعني إيه مفيش أماكن في الحكومة طيب؟ يلا مع السلامة حبيبي. مؤاخذة يا باشا. والله الواحد مبقاش فاهم يعمل إيه في الحياة وفي الدنيا، البت الصغيرة الحضانة والله مش لاقيين لها مكان. مش لاقيين لها مكان الحكومة كتير. مفيش مش لاقيين ولا في الحكومة ولا غيره، ده إحنا مش لاقيين غير في المستشفى خاصة وعايزين مبلغ وقدره. عايزين قد إيه كده يعني؟ اتكلموا في 7-8 آلاف جنيه والله العظيم، والدنيا زي الزفت يا باشا. معلش يا باشا يعني لو كنت انا يعني بتقل ولا بتكلم، بس الواحد بيفضفض والسلام يعني. ربنا معاك يا ابني، ربنا معاك. معلش تزق يا باشا معانا باي حاجه. والله احنا ربنا نعلم في فلوس رايحين نستلفها من واحد. طب يا باشا لو فلوس رايحين تستلفوها وربنا يكرم ما تشوفوا لي اي حاجه. مؤاخذة يعني انت زي ابويا. بقول لك هنستلف، احنا هنستلف. ما هو الدنيا يعني ايه الناس لبعضيها يا باشا، حتى لو انت هتستلف ما استلف لك ها؟ لا انا مؤاخذة ما اقصدش يعني العيب ما تعناش على حاجة برضه يا باشا. اقسم بالله العلي العظيم الواحد ما عارف فيها من ايه في البلد دي يا اخي. معلش والله يا ابني الظروف ربنا اللي يعلمها. حقك عليك. جهزها وربنا اللي يعلمك. مش بقول لك بنت يا باشا تقول لي بتجهزها، اقول لك ايه؟ يا ابني دي بنتك ودي بنتي. يعني الحد من بعض. حبيبتي يا سامي، سامي يا الصغيرة. محدش حاسس بحد ولا حد حاسس بأي حاجة في الدنيا دي. ألو يا أبو عبادة حبيب قلبي. أنت فين عالمي؟ تمام ماشي يا غالي، انا هعدي اخدك في الطريق. ماشي حبيبي، يلا سلامة حبيب قلبي، سلامة غالي. بقول لي معليك يا معالي الباشا، انا هطلب بس منك خدمة لابنك، انت اضرب الظروف وسمعت الظروف بودانك. الراجل اللي هيركب ده انا عايزك بس انت تعززني عنده وتصدع على كلامي. ايوه هتكلم. يا باشا هو دلوقتي راجل خليجي صاحبي، انا هتكلم معاه وبتاع واخد ودي يمكن يطلع منه حاجة لله عشان خاطر البيت. يا عم وليك نسبة عندي، اي فلوس على خدها منه ليك نسبه. معلش انت صدع على كلامي. الله يبارك لك. خلاص والله ماشي. الله يبارك لك يا عم. الله يبارك لك انت. ماشي اتفضل يا ابو عباده حبيب قلبي. حياك الله. حياك الله يا عم الناس يا عالمي. اتفضل ابو عباده حبيبي، وحشني والله العظيم. انا زي الفل والله. انت عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. ابو عباده الحمد لله يا رب دايما. الراجل ده بيشكر فيك قوي. والله العظيم ابو عباده ده من احسن الشخصيات اللي انا عرفتها في حياتي. لا واضح الرجوله والادب والله العظيم. ثلاثه ما احتجت له مره الا وكان واقف جنبي. حبيبي الله يلا طول عمره. خيره عليا، خيره عليا اقسم بالله. الظروف زي الزفت اقسم بالله العلي العظيم. مالك حبيبي ايش جرى؟ والله العظيم البت بتي ماشي طالع على باب الله دلوقتي، جالي تليفون من الوليه قالت لي البت والحضانه والفلوس والدنيا متكعبله والواحد مش عارف يعمل ايه. لا 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 اقسم بالله. وما بيتكلموش في 10 ولا في 20، ده بيتكلموا في 10000 جنيه. حبيبي بدك قرشين بدي اعطيها لك عادي. بذمتك يا باشا ما حصل الكلام ده قدامك؟ ايوه ايوه بالله أيوة عليك يا باشا. ايوه والله العظيم ابو عباد صايد. والله العظيم ثلاثه. حبيبي اتفضل. ربنا ما يحرمني منك، ربنا يبارك لك. روح يا شيخ ربنا يكرمك ما يحرمك ويعود عليك الايام بخير، يجعل لك بكل خطوه سلام. ادي يا كريم باذن الله. انا هنزل هنا بدي انا. ايوه حاضر حاضر. اقف على جنب بس يا ابو عباده. اقف على جنب. انت بتتجهز؟ ما خلاص يا عم. في ايه يا عم؟ ولا حاجه يا عم. يا عم في ايه مالك؟ ربنا يبارك لك يا حبيب ابو عباده. هكلمك بالليل حبيب ابو عباده. يا عسل يا جميل اقسم بالله حبيبي. يا روح الروح بقول لك ايه، جبرت النهارده والحياه اشيه والدنيا زي الفل. هنسهر يا باشا. جهزي بقى دنيتك وحياتك وليلتك. هلا تليفون فصل ليه؟ طيب استني يا بت. هتسهر فين؟ هتسهر يا باشا بقى مطرح مطهر بقى. لا لا الا الله، انت هتبص لنا في السهره كمان؟ لا لا مش هبص يا عم. سيبني يا عم الله يسرح حالك بقى. نزلك التجمع ونخلص بقى يابا.
والنسبه بتاعتنا احنا فين ان شاء الله؟ نسبه ايه بقى مناسبه بقى؟ كل سنه وانتم طيبين. انا بنهزر ولا ايه؟ نعم نعم الله عليك يا اختي. فيها لا 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 اتكلم عدل، اتكلم عدل عشان ما اهزقكش. تهزق مين يا جدع انت؟ انا اللي بقول لك اهزقك. تهزق مين يا عم انت؟ مطرطش ولا ايه؟ متوحد يا جدع؟ احترم نفسك واتكلم كويس. لا اهدى شويه، اهدى شويه. ده انت ليه الادب؟ صحيح انت طمعان. طمعان يا اخويا. فلوس طمعان. انت لو كنت قدمت السبت كنت لقيت الحد يا بيه. على ايه طالما معايا فلوس يا بني ادم؟ طب انت ما معكش فلوس، طب اعمل لك كده رزق البت يا عم. لا اله الا الله. كفايه ان انا كدبت، كفايه ان انا كدبت يا عم. انا لحست بقى. انا لحست الكلام. لا لا مفيش لحس يابا. يا عم انا لحست الكلام. يا عم الله يبارك لك يا عم. حلك من عليا النعمه من نعمه ربي. لو الفلوس ما طلعت دلوقتي انا بهدلك ولا عليك الناس. تبهدلي ايه يا ماما؟ انت ليك عندي حاجه؟ بقول لك هتزعل والمصر. والله انت اللي هتزعل وهتجيب ناس تزعل. طب انت ابني يا عم. انا محترم نفسي لحد دلوقتي. محترم نفسك؟ لا لا الله. ايه هتطلع ايه يا اخويا؟ لا يا لا هتطلع ايه يا روح امك؟ روح ام مين يا عم؟ روح امك يا عم. واحد الله يا عم. في ايه يا عم؟ يا جدع والمصحف هديك في وشك. يا عم ما تغلطش، انت راجل كبير. راجل كبير. بس الام الشبشب ده على دماغك وحنياك. انا هخلي ليله امك سودا. يا عم بس بقول لك ايه؟ يا جدع انت بقول لك هتركب. جدع اتكل على الله بقى، وانت راجل كبير مش عايز اغلط فيه. مش هتعرف تغلط يابا. والمصحف ما هتعرف يا عم. ما تجننيش يا جدع. ورب الكعبه ما هتعرف. والمصحف ما هتعرف يا عم. يا جدع يا جدع انت ما تخلينيش اغلط فيك يا عم. يا عم الله يخليك نزلني. ايه ده بس؟ ايه ده يا عم؟ ما فيش ايه ده بقى. اهلا بنهزر والله فعلا. يعني نتمنى انك تشرفنا بانك تخلينا نذيع الحلقه. ذيع نورتيني. ربنا يخليك. هدخل من شارع تاني عشان الدنيا لبش. لبش فين؟ ما الطريق حلوه. تقلقيش يا ست الكل، مش رايحه، مش رايحه المساحه الهرم. هوديكي. انا قلت لك اقلب بس الطريق حلو. ماشي اخش من طريق مختصر. انهي طريق يا اسطى؟ انت بتحول ليه كده يا ستي؟ ما بحورش. عمال تقولي طريق ومش طريق، في ايه بالظبط؟ ما بحورش عليكي. امال ايه؟ طيب بقول لك ايه السباحه دي؟ ايه شايفاني باكل كرانشي؟ خلاص بص قدامك. انا ما باكلش كرانشي. اركب معاه ما تخافش. انا ما بخافش. استرها علينا يا رب. انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم على الاقل. هما مين دول؟ ربنا يسترها علينا. يا عصابتي ولا ايه؟ يا ستي عصابتي ايه؟ ما تقلقيش، تقولي يا رب بقى. طب اقول يا رب؟ امال اقول ايه؟ استرها علينا يا رب. ربنا يسترها ان شاء الله. شامم ريحتهم وحاسس بيهم. مين دول اللي انت شامم ريحتهم دول؟ عليك شامم ريحتهم وحاسس بيهم. لا اله الا الله يا ربي. مصحف. مين هم دول؟ هم جم هم الهرسة الهرسة الهرسة. انا قلت انا حاسس بيهم وشامم ريحتهم. هم دول دول اللي انا كنت شامم ريحتهم وحاسس بيهم. نسيني يا ست. نزلك نسيني نسيني وقعتك بعدا. اهدي يا ولية. نسيني بدل ما اكسر العربية على وشك. اهدي خشمك يا ولية. كفلامي لما تلويك على الصبح. بتهرب منين يا وطني؟ ليه ما هربتش منيكم؟ ولينا بتحبك. بقول لك ايه؟ بقول لك انا سبت لكم البلد كلها. لا نزلني نزلني. انا سبت البلد كلها. جيت اقعد انت يا ورا. اقعد يا ولية. انت شايل الخرع على دماغك. اقعد يا ولية. قليل الادب. احترم نفسك. احترم نفسك. عليا عليك بالثلاثة. بقول لك ايه؟ يلا في دماغكم. واهدا يا اخويا. يتهرب من حرمي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ في ايه؟ انت السبب. انت اللي رحت للباشا وقلت له افكرك. قال لك ايه؟ جليل. طب انا مالا اقول لك ايه؟ بعد اذنك نزلني. هرير ايه؟ يخرب بيتك نزلني. هرير الارض للنجايحة يا وهداء. نزلني. صح يا وهداء. صح يا هرير. فاكر. بس انت اللي رحت عملت معاهم كل الحاجات دي. كان لازم اخد حاجي وحاجي نزلني. 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 يا وليه يا وليه. يا وليه. اقعد انا ما تلويش. اسكت. انت اتصابت عليا ولا ايه؟ مين عامل عصابه ولا ايه؟ عصابه ايه؟ بقول لك ايه؟ بص الحركه دي. مع عصابه. الحركه دي ما عملهاش السعيده دي.
نزلني في انت عامل كده وخلاص في ايه قول ايه عمرك يا مؤاخذة يا باشا ده اللي انت بتعمله ده كنت علي سلع عربية لا اله الا نزلني كنت علي سلع عربية بسببك نزلني بدل مخنوقك تخنق مين فاكر ام 30 سنة ما طلع السلاح يا ولي يا بسمع طب النبي نزلني هيطلع السلاح مفيش نسون بوت اسمع امال في ايه امال ايه طب هنصفي حساباتي مع ولد عمي يخرب بيتك على هصفي حساباتي معاهم انا مالي هصفي حساباتي ونازل انا عيال صغيره شي مالك يا عمي العربيه خدتني من الصعيد ده انتوا وقعتكم خرب وقعتني ايه في طار عليك ولا ايه في طار يعني ايه طار في طار عليك ايوه طار طب ممكن انزل اقعد يا سلام ممكن انزل انت قاعد على قلبك خد خبر اصبر يا ولي يا عمي نساني حسابات ما تعليش صوتك عليا مفيش نزول ما تبصليش كده هو عبيدنا ولا ايه بقول لك ايه بقول لك ايه قول عمرك يا منتصر خلاص خلاص عشان خاطر الولية ليه أنا قررت إنكم تاخدوا طاركم مني وأنا اللي اختار طريقة الموت اختار أخوي هموت بالنبع اقتلوني بالنبع في وداني ده الهبل اللي أنا فيه موتوني بالنبع عندك يا عصران هيدي ده طلع راجل أيوه حبيبي يا ولد أنا اخترت الموت بنفسي حرام عليك أنا تعبت نزلني من بنات النجايحة أنت مين اللي بعتك؟ نزلوني نزلوني كح النجايحة دي حواجب النجايحة كح النجايحة أنا مش متخلك معايا مش متخلك من ساعة ما ركبت معايا بقول لك إيه نزلني دي نزلني عيون النجايحة نزلني أنت عليا أنت عليا النجاحة أنت عليا النجاحة نزلني أقول لك على قوم نادى عليا احنا ما نتش تمشي يا ولدي احنا ما نتش ايدينا على حرمة هتنزل الحلقة دي نزل الحلقة دي هنزلها في الكريزي تاكسي والله العظيم بس انت انت ايه دخلتي على 3 ساعات كده عايز تضرب 3 لا وانت اللي تعملتوا ده الا انت يا رب نكون خفاف على قلوبكم ده ان شاء الله يجي ما ينفعش من اسم القناه عشان ما نحرقش انت فاهمه نورتينا وشرفتينا لا بس بجد فظع ربنا يكرمك بجد والله فظع ازينا حضرتك طيب زي ما انتم كده شايفين اعزائي المشاهدين احنا في حلقه خطه الطفل وداخلين على ضحيه جديده وربنا يستر اتفضل يا باشا مؤاخذة فين في اكتوبر ان شاء الله حصري حصري نفسه ولا رايح عند الجامعة ولا فين لا الحصري حاجة بتضحك انا مش استاذنك في صغار انا معلش معلش واحد دماغه مش مظبوطة مستسلم بيك يا باشا تسلم بيك يا باشا تسلم يا باشا استاذنك بس مش حد ياخد من واحد صاحبي شنطة بتاعت واحد كان معانا في رايح المطار ونسي شنطته ماشي بس بسرعة ماشي يا باشا خدها بس منه بسرعة عشان في ناس مستنيين لا يا باشا هوصل حضرتك وبعد كده اتكل على الله صباح القشطة ايه الكلام؟ كله تمام بس تمام يا حبيبي يا غالي بقول لك ايه كلمت التوخي؟ كلمت رئيس لغي بقى في حوار عشرة كله تمام تمام يا حبيبي 17 كده هي مني ليك 17 كده 17 ماشي تسلم يا غالي صباح القشطة سلام مؤاخذة يا باشا لا ولا يهمك بس هو كومنت صغير هو ايه 17 لا 17 دي عندنا احنا في عرف السواقين بنبقى نميجا بنتكلموا بيها يعني ده سيم يعني سيم نميجا يعني سيم واحد بيقول لنا شوف قهوة ولا انا هعرف اجيب ماما الكشك بسرعة اجيب لك عصير ولا حاجة؟ تسلم بأمانة ولا أجيب لك عصير بسرعة بس عشان تركناتك كترت الله الله الراجل ده خطفني خطف خطفك؟ أنت مين؟ أنا رواه أنت تعرفه؟ لا لقيتش عنده ورمان معدنية بقول الإزازة ما لقيتش ليه مياه معدنية؟ بقول الإزازة ب 8 جنيه قلت له يا عم ده أنا بدفع مياه في الشهر 8 جنيه أساسا هي شنطة صاحبك دي أنت موديها فين قلت لي؟ شنطة صاحبي موديها له الموتور يا باشا الموتور يعني الشنطة دي كده مسافرة برا مصر أه إن شاء الله أنا عارف إيه الشنطة دي؟ معرفش والله يا ركب معايا وحط الشنطة وأنت هتروح توديها له المطار؟ أه يا باشا عادي بقى كله لله كله لله برضه واحد يشوف حسنة منه كده
ابو فين صاحبك ده يعني دلوقتي؟ صاحب الشنطه. صاحب الشنطه في الماتور يا باشا، ما انا مديله الماتور. انت باشا مش هتشغلش بالك بالشنطه باشا، انت باشا حضرتك رايح مشوارك، انا بعد كده هطلع. ايوه ما انا رايح مشواري، بس انا كده مش رايح مشواري. ما انت رايح فين؟ اروح معاك اودي الشنطه. ليه يا باشا؟ كده. انت شايل بالك ليه بالشنطه يا باشا؟ بس الشنطه دي تقيله عليك. لا يا باشا الشنطه مش تقيله، ما تقلقش ربنا. انت عرفت فيها ايه الشنطه دي؟ فيها يا باشا فيها اللي فيها. يا اخي طب ما هو عشان كده تقيله يا باشا. صح صح انت كلامك مظبوط. الراجل اللي واقف ده بس صاحبنا، هقول له كلمه اخر حاجه اقسم بالله. ما هو انت هتركن لي كده بصاحبك. لا هركن لك يا باشا نص واحد كله ولا ايش؟ مين صاحبك ده؟ اه ده يا عم توخي. ازيك يا سمس؟ ايه يا عم توخي؟ ازيك يا صاحبي؟ افتح لي زاد سمس وانا عايز ابوسك. اه ده انا ازيك يا صاحبي؟ صباح الفل. عامل ايه يا سمس؟ سمس بره سمس اهو. سمس ايه دي البضاعه سمسم؟ لا بس يا عم توخي. يا سمس فوق يا عم توخي. خلي بالك. اه مش دي؟ لا مش دي. مؤاخذه سمس. مش دي. مين ده يا مؤاخذه اخويا؟ معلش مين ده؟ اعرفك. وهو انتوا مين؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه وعنده عصب تصدق عم بيه عصبه؟ اوعى يا زينك يا اسطى. علي بقى كده؟ اوعى يا وريني اسنانك. انا توخ يا اوعى يا توخ يالا. بس ياد بلا توخ يا ابني فكران. عنده اسنان يبيع سنانه في سوق الجمعه. ياخد سنانه في سوق الجمعه توخي سنانه سوق الجمعه. اوعى يا ابني البضاعه. روح. مروان ده البطل بتاع الحلقة. اه نزيع ولا ما نزيعش؟ مش خاطر مروان. مهندسين؟ فين فين مهندسين؟ مصطفى محمود. تحت امرك اتفضلي. تعالي ما تيجي هنا ما دام ورا الباب مش شغال. تعالي. اه معلش لا مؤاخذة عشان عندي مش افتحي يا فندم. معلش يا ست الكل، منوره الدنيا كلها. شكرا. حضرتك بتشتغلي في المهندسين؟ ايه؟ شغاله هناك يعني بس؟ اه شغاله هناك. ما شاء الله. شغاله ايه يا فندم؟ انت بتسال ليه؟ لا عادي والله بندرد. انت ليك توصلني وخلاص. حاضر يا ست الكل حاضر، بس الكلام اخد وعطى. ولا انت عطى ده ما عداش عليكي؟ شغاله ايه ومش شغاله ايه يعني؟ ما انا بشبه والله على حضرتك. لا ما تشبهش. حضرتك شغاله فنانه. فنانه؟ اه شبه الفنانه فيفي عبد. شبه الفنانه فيفي عبد. ما شاء الله عليك. اه هي قالت والله العظيم بنت خالتك؟ اه بنت خالتك نوسه. ايوه انا عارف خالتك نوسه. انا بهزر مع حضرتك عشان الطريق طويل. استاذن معاكي بس انا عندي اخد حاجه من واحد صاحبي شنطه اوديها الموتور. بقى ده مش عارف اوصل حاجه وبعد كده اوديها ماشي. طب يا ريت بسرعه حضرتك. لا مؤاخذه. تعالى يا حوده تعالى تعالى. مؤاخذه على مهلك على مهلك يا حوده على مهلك. ده الرجاله مستنيه كل حاجه. ماشي يا حوده. تمام تمام. بقول لك ايه، وصي بتوخي بقى ما يتاخرش. سلام يا حبيبي. سلام يا حبيبي. مؤاخذه بقى ست الكل معلش. بس انا برضو لسه عند كلامي على فكره ان حضرتك مش غريبه عليا. يا عم انا شفتك فين؟ لا حول الله يا رب. خلاص خلاص حضرتك هتزعقي ليه؟ طيب ما انت من ساعه ما ركبت داخل معايا في سؤالات انا شفتك فين اصلا؟ الله العظيم تلاتة الواحد نيته خير. الله عظيم. بحول الله يا رب. انا عطشان قوي ناشف. استاذن بس حضرتك يا مؤاخذة انزل اجيب حاجة من الكشك. هو انت كل شوية انزل اجيب حاجة تجيب حاجة؟ ازازة مية ازازة مية حتى انا صوتي صوتي محشوش. بسرعة بسرعة. انزل اجيب حاجة من الكشك بسرعة بسرعة مش هتأخر على حضرتك يا ست الكل. دي اهو المجنون ده اللي انا راكبة معاه نهار اسود. كل شوية حاجة وكل شوية مش عارف ايه. نهار اسود. طب انا الراجل
ده خطفني. خطفك منين يا حبيبي؟ يا نهار اسود، خطفك ازاي؟ حطوها الشنطه ونيمونك. يخرب بيته، ده صحيح ده مش طبيعي، ده مجنون. وده ازاي يا حبيبي تمشي معاه وما تتكلمش ولا تزعق ولا تصوت ولا تقول اي حاجه؟ ازاي؟ يا نهار اسود حبيبي. طب استنى، بص هطلعك واديك لماما وبابا. غبت عليك، ما لقيتش عنده ميه، ما لقيتش حضرتك طلع الكوتش ما عندوش ميه. مش كتير ما فيهوش ميه الكوتش. سمعت نقطة الميه؟ انت ميه واحد راح السينما. انت كويس؟ طب سمعت نقطة ال انت ممكن تنزلني عند اي مكان قريب هنا؟ ليه يا ستي كويس؟ كده انا عايز انزل مكان قريب. لا ما ممكن معنا اول مكان بس في الشارع اللي هو فيه. خلاص احنا قربنا، ما تقلقيش مفيش نزول، معلش حد اشتغل وفي فلوس علينا. بس ما انا هديك فلوس. انت بتزعقي لي يا ست؟ انا هديك فلوس بس نزلني في حته قريبه. طب ما تزعقيش عشان خاطر ربنا، الواحد فيه اللي مكفيه. ما فيك اللي مكفيك انا، مال انا بيك؟ انا فيك اللي مكفيك ولا ما فيكش؟ لا لا انا مال انا. بقول لك ايه، واحد اللي لا اله الا الله. بقول لك نزلني على جنب. انت بتزعقي؟ نزلني على جنب بقول. طب معلش ثواني بس، هقابل واحد صاحبي اديله حاجه والله العظيم. وانا لا نزلني على جنب، ماليش دعوه بصاحبي. هقابل واحد صاحبي. يا عم يا سيمس، يا توخي عامل ايه انت؟ الوضع ايه ده؟ اخبارك ايه؟ ايه يا ايه ده؟ ايه يا عم انت؟ ايه مال كبير قوي؟ ايه يا عم كبير ولا صغير؟ انت مش فاهم غلط. ايه يا راجل توخي؟ الشنطه يا سمسم دي كبير قوي يا حبيبي. بقول لك في الشنطه ده بره عني، ده خارج بيت، سيبك منه. ايه يا راجل انت اللي بتقوله ده؟ ناخد الشعر اللي بنقوله ده بتصور الصابين فيه ايه؟ ايه ده يا الحواني يا ناس؟ مفيش حاجة. الحواني؟ مفيش حاجة. يا خرابي! بقول لك ايه؟ الراجل ده، الراجل ده حرامي! بس مفيش حاجة. الحواني يا ناس؟ أنا هخطفك أكتر. الراجل حرامي بياخد العيال! حرامي من ايه بقى؟ أنا خطبت عيال أنت فيها قد إيه؟ أنت حرامي! أنا حرامي! بياخد العيال بتاعت الأعضاء، بياخد الأعضاء! أعضاء مين؟ الحواني يا ناس! أنا خدت أعضاء! الحواني! هاخد أعضاء! الحواني! الحواني يا ناس! انا هخطفك مش واقف، مش واقف على الطلاق كل الاعضاء. بقول لك يا ابن الكلب يا واطي يا شباب يا حرامي. حرامي مش الكلام ده. اقف على جنبي يا حرامي. انا هاخد المفاصل دي زي الرجاله، وانت صحتك زي الفل. مفاصل في عينيك. صحتك زي الفل يا حرامي. يعني بتسرقوا الاعضاء وتسرقوا العيال. صحتك زي الفل يا حرامي. اخرس اخرس يا كلب يا حيوان. الله يخرب بيتك. بس احنا بننظر مع حضرتك. بننظر والله بننظر. ده مقلب، ده مقلب. دي كاميرات بتصور. الحلقة دي اذاعة ولا اذاعة؟ اذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين واهلا بكم النهارده في الكريزي تاكسي في حلقة جديدة. على فين يا باشا؟ ايه يا باشا؟ ابو العيلة. ابو العيلة البشري. اركب يا باشا. صباح الخير. صباح الهنا والسعيدة. فين يا باشا؟ في بولا ابو العيلة ولا ابو العيلة ده كورونا؟ لا ابو العيلة. احسن ناس. حبيبي. اقسم بالله ناس على دماغنا من فوق. باشا استاذن عليك بس، واحد صاحبي هاخد منه شنطة نوديها المطار. شنطة ايه دي بقى؟ يا عم شنطة بتاعت واحد صاحبي رايح المطار اهو. ماشي. ما ماشي بسرعة. يا كومي يا حبيبي. يا حبيبي افتح الباب. مؤاخذة حبيبي، خش كده جوه، خد الشنطة جوه. صباح القشط. صباح الجمال. صباح القشط عليك يا حبيبي. واحد ريقه ناشف قوي، عايز انزل اجيب ميه. مؤاخذة دقيقة، مش هاخد دقيقة بس. يا واحد اي كشك بس كده هجيب من عنده الدكتور. تشرب حاجه معايا؟ لا شكرا. بامانه والله يا باشا، انت مالك جوزز ليه كده؟ فيك ايه؟ هو مش عارف كده في حاجه. تشرب سيجاره؟ مالك يا عم، مفيش حاجه والله. مش عارف بصراحه في ايه بصراحه. انزل بس هنا اجيب من الكشك ده ازازه ميه بسرعه. كل شويه شنطه كشك. انزل بسرعه. اجيب لك حاجه معايا؟ تشرب حاجه عسل؟ شكرا. اجيب لك مصاصه؟ لا مش عايز حاجه، هو كمان مش عايز حاجه. يا عم اجيب لك مصاصه. الراجل ده خطفني. ايه؟ مش بقول لك، انا مش بقول لك، شكله مش مظبوط. خطفك من ايه؟ خطفك من ايه؟ هو حطوها كده في الشنطه. طب اصبر.
اصبر انا انا هشوف انا اعمل ايه. عبان عليه عرباك. لا اصبر اصبر بقى عشان ده قلت لها ما عندوش غير ماء معدنيه. كنت عايز اشرب من عندي زين. انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي يا باشا انا اسمي سمسم. سمسم ايه؟ سمسم عبد النبي الهواري. اسمي سمسم الهواري. منين بقى سمسم؟ انا من العمرانيه يا باشا. من العمرانيه. يا باشا متأكد يعني يا سمسم؟ لا يا باشا في مالك يا باشا انت مش اصل انا ليه طلف اللي قدام مني بصراحه كده وعلى الدغري من غير لف ولا دوران ولا اي طله باشا. انا من ساعه ما ركبت معاك وشايف فيك حاجه مش مظبوطه. ايه هي؟ انا مش عارف. عمال تحور وتطلع ثواني يا ابني عشان ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بابا اتكلم انت تسكت. انا عايزك تدخل من الشارع اللي جاي ده. ليه يا باشا؟ انا الشارع اللي جاي ده انا عايزك تدخل منه عشان اجيب حاجه. انا برضه انت مش جبت ميه يا باشا؟ احنا طريقنا دغري يا عم. انا مش استنيتك وقفت خدت شنطه وبقوم شويه تاني جبت ميه. الشارع اللي جاي ده هنلف اللفه اللي جايه دي يا عم ماشي. وتخش لي هجيب بس حاجه من واحد حبيبي برضه زيك كده يا باشا. ماشي ما احنا على طريقنا وانت راجع عشان ما اعطلكش. مش عايز اعطلك يا سيد الفل. لازم عليك بس يا باشا انا اخر حاجه اعملها وبعد كده اطلع معاك اقسم بالله طياره. بص صاحبي ده بس هيجي يسأل عليك. ازيك يا سمسي؟ ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا صاحبي؟ صباح الجمال. صباح الجمال اقول لك. انا عايز برضه بيحاور. انا مش بقول ايه البضاعة صاحبي؟ لا مش هو. مش هي دي البضاعة؟ ايه البضاعة؟ مين ده انا؟ ايه البضاعة؟ لا يا عم انت قرار. ايه هي البضاعة خاطفين عيل؟ ايه البضاعة؟ فين خاطفين عيل؟ ايه البضاعة خاطفين عيل؟ اوعى كده بس. يا عم بص يا عم. لا توعى. لا توعى يا ابني. انت وهو. خاطفين عيل. اوعى. على الطلبة خاطفين حد. انزل يا مش انت مش رايح. انزل يا استنى بس. انزل يا استنى اركب على اركب يا اركب يا استنى استنى بس خلاص 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 ايه يا خلاص ايه يا عايزين ايه؟ نزيع ولا منزعش؟ خليك مع محمد عزيز. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. صلى على النبي. يا ابني لسه منزلني والله من البيت. انا كنت اجازه النهارده. قال لي تعالى في تصوير. ماشي يا معلم. يا باشا ايه يا باشا؟ حضرتك شغال في الفن بان عليك. قاعد مخ ساعد مخ. خلي بالك يا باشا انا عندي موهبه والله. والله العظيم ما اعرف اقول لك فنانين كتير قوي. زي مين مثلا؟ يعني انا قلت لك مثلا فنان احمد السقا. اديك حته؟ اديني حته. اقول لك ايه؟ بعد ما لف حواليك ونفخ دخان سجارته في عينيك لك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجاحه يا حسن. صح يا عمي؟ احمد السقا؟ صح يا عمي؟ يا انت صبري. لا 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 يا باشا اتريق يا باشا عليا يا باشا. انت كده يعني انا بهزر معاك في ايه؟ لا والله بتتريق. طب اديني رقم موبايلك. رقم؟ اديني كام؟ اديك كام؟ يا باشا اسمع حضرتك رامي. ايوه. انت شغال مدير انتاج ولا مساعد مخرج؟ مدير انتاج ومساعد مخرج. طب انا اقول لك على حاجه. قول لي اتفق معاك على اتفاق. قول لي انا اقول لك واحد مشهور لو قلت تاخدك معايا دلوقتي. يا نهار ابيض يلا بينا. ايه رايك؟ امره والله العظيم. قلد لي جون محمد صلاح في روما اهو في التاكسي. مو صلاح مو صلاح مو صلاح. لا مش ده بتاع الماتش اللي فات. انا عايز في روما لما شاط. قلد لي هو بقى بيشوط الكوره كده من الزاويه. قلد لك ازاي احنا في التاكسي؟ انت باشا بتتريق عليا؟ لا انا بهزر معاك. لا انت بتتريق. انت بتهزر معايا؟ يا عم انا بهزر معاك كده. انا بعرض عليك مواهب. مش انتوا بتهزروا معايا؟ اقسم بالله انا بهزر معاك يا باشا. وانا ما عرفتكش يعني. تو ميديا ادي كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا. ايه ده بقى؟ والله مش فاهم. طب اقول لك اخر المسلسل. اخر مسلسل ايه؟ طلعت فيه ايه اخر مسلسل؟ مع مصطفى شعبان. ايوه قفشت الدنيا بقى. ايوه والله العظيم عيب عليك. انت عالم يعني. قفشت من بدري. الله يبارك لك. طب ما تقول لي. طيب ما انا قلت اسيبك انت بيزت. سايبني عمال اهري كل ده. نتسلم مع بعضينا واحنا ماشيين. طب نذيع ولا ايه بقى؟ نذيع يا باشا. مفيش مشكله. انت والله العظيم نورتنا وشرفتنا.
استاذ رامي قفشني يا جدعان. سالوا البروك. مش عارف يا بعدين. مساء الخير. مساء الجمال والدلال والقمر. مساء الجمال الله اكبر. اذان بقى. حضرتك اساسا من الهرم ولا حضرتك اساسا من ايه؟ لا انا عندي شغل بس في الهرم خلصت برضه. شغال فين في الهرم؟ انا شغل اصلا علاقات عامه بس نازل الهرم يعني بخلص شغل حاجات كده. بسم الله ما شاء الله علاقات عامه. ده انت بسم الله ما شاء الله حضرتك بتقابل بقى ناس مهمه كتير. حاجات على قدنا ما شاء الله. بتقابل ايه بقى يا باشا؟ بتقابل فنانين ولا سياسيين ولا بتقابل ايه بقى؟ مذيعين ولا فنانين ومذيعين؟ مذيعين. بتقابل مذيعين. طب ما ده شيء جميل ما شاء الله. طب ما تقف جنب اخوك بقى. والله عايزني اسمعك حاجه بقى للممثلين وبتاع. لو عجبت حضرتك تساعدني بقى. ممكن. استنى بص يا باشا انا هقابل لك واحد انت بتحبه. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا. وقف مكانك يا ولا. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه. لا. وقف مكاني. رد زمانك. المصحف الشريف عجبتك؟ اه. هنقول لك اخر حته. مين؟ ورق ايه اللي معاك؟ وانا يا صرصار لو عايز ازيك اجيب لك امر ازاله. انا فعصك برجلي. طب زمانك مش حقيقي. انا فعصه برجلك. ماشي. الفنان الله يرحمه خالد صالح. طبعا طبعا. ده مثل الاعلى هو الفنان خالد الصاوي. طبعا. والله العظيم. اكيد طبعا. احنا خالد الصاوي وعمارة يعقوبيان. لا 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 بلاش عمارة يعقوبيان. تركب بقى ومنزلنا احسن فاهم. انت شكلك مش سالك انت مش بس بقى. اتفضل بقى شوف طريقك عشان نوصل. لا انت مش سالك يا باشا. بعد اذنك. بعد اذنك. كفايه غلط لحد كده. اتفضل شوف طريقك عشان نوصل. يا عم بالراحه عليا. بايدك بقى بعد اذنك عشان ما اضربكش. اضرب مين يا عم انت؟ حبيبي ايدي عليك والله بجد. يا عم اتكل على الله ربنا. بجد والله اشكال وسخه والله العظيم. انا مش عارف على الصبح كده يا باشا. انت مش سالك انت بعد جار. اذنك ايه مش سالك وبتاع؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ لا 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 انت يا عم. بعد اذنك نزل لي بقى. بعد اذنك. بعد اذنك كفايه اللي تقدر كده. انت مجنون على فكره. انت مجنون. انت شخصيه مش طبيعيه. بعد اذنك نزل لي. نزل لي بعد اذنك. ايه ده معاك؟ بعد اذنك ايدك جنبك. ايدك جنبك. اوعى اوعى يا عم انت. اوعى يا عم انت اشكال وسخه اقسم بالله. طيب عامه يا فندم بقى احنا كنا بنهزر مع حضرتك. طب نزل لي بقى. مفيش هزار وبتاع يا عم انت. ايه اللي بتعملوه ده؟ في ايه؟ ازاي ده مقلب في كريزي تاكسي؟ انت نورتنا النهارده في كريزي تاكسي. اتفضل يا عم الناس. مفتوح يا باشا. اتفضل يا عمنا يا عمر. يا باشا. صباح الجمال يا عمده. حصل ان شاء الله يا باشا. عينيا يا باشا تحت امرك يا باشا. ربنا يخليك. نور الدنيا يا عمده. ربنا يخليك يا باشا. عمده بلدنا اقسم بالله. تسلم يا خال. حضرتك اساسا منين من السعيد بقى؟ سوهاج يا باشا. احسن ناس رجاله سوهاج. طب ما انت يا عم الحاج ما شاء الله عليك انت وابنك البرنس ده. يعني تلاقي علاقاتكوا حلوه في اكتوبر هنا. الحمد لله طبعا. والله مسيطرين يعني. اه الحمد لله ما شاء الله. تعرف بقى بتعامل انت شغال في المقاولات؟ اه في المقاولات. معانا عربيات وبلد ورمل وبتبني بقى وتهد. طب تعرف فنانين بقى؟ اه طبعا انا نعرف الكابتن عمرو. عمرو مين؟ عمرو المخرج. ما شاء الله. طب عرفنا على الناس دي يا عم. ده انا ده انا ابنك يعني عندي الموهبه وبيقولوا عليها ممثل. باشا تحت امرك وانا اوريك باللي انت عاوزه. ربنا يبارك لك يا عم. طب انا هقلدك. انت بتحب بما ان انت راجل صعيدي زي الفل هقلدك واحد بتحبه وانت تقول لي هو مين. ماشي. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا. ها بيقول لك في مواطن كان بينشر الغسيل في البلكونة ونقطت المية على مواطن تاني. قالوا لك ان مصر فيها فتنة طائفية. فيها ايه؟ فتنة طائفية. انا بقول لهم من موقعي ده من التاكسي ده ان الديمقراطية لها انياب. ايوه طبعا. الديمقراطيه ليها ايه؟ أيوة. انياء. ايوه انياء. ايه يا حاج قول؟ انياء. انياء قول. انياء. الصلاه على النبي. ايه رايك يا حاج؟ بعرف عنك والله العظيم فنان. والله العظيم فنان محترم. طب ايه طيب؟ ساعدني بقى. طب ادي لك حته كمان. حته تقليد. انت هتحبه ده. بص
مصطفى. بوشتة يا مصطفى. بوشتة اللي تقفل ده ابدا. يا عم خلاص. أنا ورايا رجالة تاكل الزلط، تاكل الحديد، تاكل الأسبات اللي بيسلح. تاكلك أنت. تاكلك أنت. خلاص يا عم امشي بقى. بس يا ابني خلاص يا باشا. تضربني يا جدع ولا أنا محترمك عشان خاطر أبوك. يا باشا خلاص يا باشا. أقسم بالله عشان خاطر أبوك أوعى يغرك إن أنت صعيدي، ده أنا من سجلت يا باشا على عيننا وراسنا. تعمل إيه؟ هضربك هنا وربنا مش هتضربك. أنت تضربني يا جدع واحد الله، أقسم بالله ده العمدة ده فوق دماغي. ماشي. أنت. تضربني. خش يا عم الفنان وخلاص. يا عم عيب كده. أقسم بالله ما هكلمك عشان خاطر أبوك. يا ابني امشي. ابني إيه يا ابني؟ أنا يا ابني عندي عيال قدك يا ابني. يا باشا خلاص. ربي لا متربي. لا متربي وانت عارف انه متربي وعيب عليك. يا باشا خلاص. مش هتلحق. يا جدع ما الحقوش يا باشا. يا انت يا عم خلاص. يلا. يا عم خلاص يا عم. لا 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 لا. يا عم خلاص. يا عمده مالك يا عمده. قلنا خلاص يا عم. بقول له انت تمام زي الفل. خلاص طيب خلاص. يا حاج ما هو ما ينفعش. ياخد مغنى وجعنا. انت يا ابني هيش على ما فيه. يا ابني امشي على خلاص يلا. انت بتقول مش عارف ما ضربكش وربنا يضرب مين يا عم انت ايش على ما فيش والله يا ابني ده انت عبيط انا عبيط ايه طب يا ابني خلاص يا ابني انا هعرفك ان هو ايش على ما فيش بص راح احنا قاعدين على عادي اهو صح اهو شفت يا ابني بس خلاص وربنا بس انا بضرب هو بتضرب يا جدع بص بيشتمني يا عم خلاص يا عم انت سوقتك احنا رايحين مشوار وراح نشاكل نشاكل ما حدش يعرف يشاكل معايا يا عم انت سوقت تاكسي لا رحت ولا جيت لا يا حاج انت بتلخبط كده حاج يا عم خلاص وانا مش عايز اخرب يا حاج ما تخلينيش ازرجن عليك يا مرت الزرجن يا حاج ما اقول لك ايه كده كسرك في بعضك كسر مين انتوا عاملين عليها رباطيه يا اخي انت بتتكلم مين مشالك كلم مين يا اخوي بكلم مين انا مش يا عم ده انا على الحرام يا جدع يا جدع يا جدع امشي بقى بك... ده انا هدا بس يا اقف بيك على جنب اعرفك اوف انت اوف اي جنب تطلع ايه ده انا هعرفك دلوقتي اوه انا هعرفك انا انزل تعملوا معايا كده ليه يا عم خلاص يا عم قلت لك خلاص يا عم يا حاج انت هتضربني يا عم خلاص قلت تضربني عشان خاطر ابنك تضربني عشان خاطر ابنك تضربني عشان خاطر يا عم في فلافل يلا والدكان انت بتضربني عشان خاطر ابوك معاك يلا ده 10 منك بجنيه يلا ال10 منك بجنيه يلا بص بص دي بص اوعى يلا اوعى يلا اهدى يلا ازاي الحلقه دي ولا لا ازاي حبايب اعزائي المشاهدين النهارده في حلقه جديده من كريزي تاكسي فين يا باشا في المهندسين يا باشا ميدان لبنان يا باشا ميدان لبنان في حته معينه في ميدان لبنان ولا ميدان لبنان نفسه اتفضل يا باشا وانا هقول لك ماشي يا باشا شغال يا باشا هناك ولا شغال فين يا باشا شغال في المهندسين ولا شغال في المهندسين؟ ما شاء الله بسم الله ما شاء الله شغال ايه يا باشا؟ بوزع بضاعة بس بضاعة راح الم حصل فلوس البضاعة بتتعامل بقى انت مع مين بقى في الشغل بتاعك يا باشا؟ طبيعي يعني اي زي اي موزع حضرتك بنوزع شغل بنحصل فلوس الشغل شغل ايه بقى؟ ايه طبيعة شغلك يعني مش شغال في ايه؟ ملابس حضرتك ملابس طب ما ده زي الفل ما شاء الله ده حاجة حلوة قوي ملابس دي الملابس ملابس سعد يعني الحمد لله ربنا يسعدك يا باشا بقول لك يا باشا بتشوف ممثلين وكده؟ اه طبعا بنشوف كل حاجه طب والنبي يا باشا ما تعرفش تساعدني في حوار كده اخوك يعجبك وانا بقلب ممثلين وفقره يعني وسامنني في المنطقه عندنا شخصات اسمع مني الحته دي قال لك الفنان بس عشان انا متاخر بس والله يعني حاول تشد شويه عشان متاخر قال لك ماشي قال لك الفنان يوسف جوهر ده معقوله ساعات الاضي يجي عيل زي محمد هنيدي ده ما مالوش يومين في الوسط وياكل من الجو بالطريقه دي يا للهوي فكرني الثانيه هانم بنت سلطح ملطح باشا ماما يا روح امك اقسم بالله ممتاز والله بس انت مش قادر تفهمني انا ده مش يعني دي مش مش مجالي ولا سكتي ان انا اساعدك فيها طب قال لك حد تاني معلش انا اسف قال لك الفنان محمود المليجي مصطفى باشيت يا مصطفى باشيت اللي تقف قدام ابدا انا ورايا رجاله تاكل الزلط استاذ ايدك يا استاذ تاكل الحديد استاذ ايدك بعد اذنك تاكل الاسبات المسلح يا مصطفى انا متقمص طب ما تتقمص تمسكني من القميص خلي عندك ذوق بقى واتكلم معايا عشان انا كده هتخني انت جاي تخليني ابتدي اتخني يا باشا والله يعني حاول تتكلم معايا من غير طب ده طالع مليجي ولا لا ايدك اهم حاجه مش مليجي طيب ما طلعش هو المليجي
انت معايا في التاكسي لازم انا ضحكت وهزرت وهزرنا وعملنا كل اللي انت عايزه. خلاص يا عم انا وسمعنا حضرتك يا عم ما تسمعني ده مش مجالي يا عم عملك ولا سكتي عملك انا مش هستفاد بحاجه يا استاذ لما تقعد تعمل لي زقه وتعمل لي استاذ محمود بعد ما انت فوق راسي انت احسن من الناس دي كلها بس انا ماليش نفخ دخان سجارته في عينيه انك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجايحه يا حسن صح يا عمي صح يا عمي يا استاذ ايدك يا استاذ قلت لك ايدك حضرتك انا ابتدي ان انا مسميني المتقمص طب حضرتك ايدك والله مسميني المتقمص يا استاذ ايدك بعد اذن حضرتك خلاص بعد اذن حضرتك خلاص نغني عشان ما استخدمش غني لنفسك لما تنزلني اعمل كل اللي انت عايزه كل الشغل اللي انت بتعمله ده لما تنزلني يا عم خلاص انا اقلد لك عشان بعد اذن حضرتك انا انت كده بتستفزني ده حاجة غريبة وقف مكانك انت يا ابني ثابت يا ابني ولا انت شارب حاجة وقف مكانك انت بتكلم رئيس الجمهورية الله ده حاجة غريبة وقف مكانك يا ولا يا ابني انت شارب حبيتين اوعى يا ولا واقف قدام رئيس الجمهورية يا ابني انت شارب حبيتين عصير مواطن بينشر غسيل في بلكونه نقطت على مواطن تاني طريق قالك ان مصر فيها فتنة طائفية بعد اذنك نزلني فتنة طائفية عشان انا بقول لهم من التاكسي بعد اذنك نزلني ان الديمقراطية ليها انياب ليها انياب بالله يا ابني يا علي يا ابني انت مجنون يا ابني يا علي يا ابني انت مجنون يا ابني انت مجنون بقول لك ما تصدعناش نزلني يا عم بلاش بعد اذنك عشان احترمك ما تتكلمش بايدك ولا تقرب مني طب سبحان الله ده انت مستفز متطفل قوي كل شويه مستفز متطفل ايه بقى انت هتعمل لي فيها البنجستان جو اللي ما تهدى على نفسك راجل انت مش عايز شكلك يا ابني ما تمدش ايدك انت مش عايز تساعد اخوك يا ابني ما تمدش ايدك انت لازم تقف جنب اخوك عيب انا اخوك عيب انا اخوك عيب ما يصح يا ابني قلت لك ما تمدش ايدك طب انت يا ابني ما تمدش ايدك وركز في الطريق يا ابني هتعمل خلينا نلبس في حاجه يا عم انا هقلد لك مش بمزاجك غصب عنك مش ايدك يا ابني انت غصب عنك زفت هقلد لك محمد منير شكلك عايز تتضرب انت عايزيني عن حياتي يا ابني ما تمدش ايدك قلت لك بقى قلت لك عشان هبوظ لك وشك خالص خليتي لك هبوظ لك وشك ده خالص وخلاص يا ابني علي وركز في الطريق الله يخرب بيتك بقول لك انت بقول لك ايه ساعدني وتخلينا مهد يا جدع بقول لك ايه وعايزك مهد يا جدع بقول لك ايه وعايزك مهد انت مجنون ولا ايه يا ابني يا ابني فوق هقلد لك اخر تقليده الليله الزرقاء اللي انا فيها دي يا ابني افتح الباب ده يا ابني عشان خاطر اقلد لك انت يا ابني انت اخر حاجه والله يا ابني قلت لك نزل ايدك هقلد لك اخر حاجه بقى بقول لك ايه يا ابني بقول لك اوعى ايدك يا ابني جدع هقلد لك يا جدع اوعى كده يا جدع لا 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 الله البضاعه معايا افتح يا ابني الباب ده يلا الفلوس كمان معايا افتح يا ابني الباب ده الفلوس معايا والبضاعه افتح الباب ده بقول لك الفلوس معايا انت يا ابني انت والبضاعه كمان انت يا بس خلاص بس ايه يا عم انت مجنون ولا ايه اللي بتعمله ده يا عم يا عم انا وايه القرف ده بص كده احنا بنصور نزال الحلقه دي ولا منزلش نورتنا انت طيب نورت الدنيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نورك زي اللبن الحليب يا باشا يا استاذ يا رب انا كنت خايف منه والله العظيم اللي كنت خايف منه رد خير باذن الله ايه يا حبيبي قلب يا بنت عامل ايه يا دين النبي يا ام طب والعمل يا بنت طب اعمل طب اهدي بس ما تصوتيش بقى ما تهدي عشان معايا زباين انا معايا زباين الله لا اله الا الله لا اله الا طب خلاص سلام سلام هحاول اتصرف لا اله الا الله مش عارف البت تعبانه يا باشا البت تعبانه يا باشا البت في المستشفى يا باشا وعايزين 7000 جنيه عشان احضرها واعمل ايه طب انا اجيب منين يا باشا اللي شغال لي النهار شقيان اكسب بربنا معاك يا باشا ابو النبي يا باشا زق مع اخوك يا باشا مازل يسوق معايا يا عم شوف لي معاك 3000 جنيه اقسم بالله والله العظيم انا لو معايا كنت زقيت معاك ومع نفسي يا باشا 3000 جنيه ولا حاجه نفسي. يا باشا ده بتعامل قصه بالصلاه على النبي دافع فيها شيء انا حقيقه شكك لسه حقيقه عند نونا شكك شكك نونا مين يا باشا اقسم بالله انت ما يخرجش القميص والبنطلون يا باشا اقسم بالله ده منظر بنطلون يا باشا بسم الله ما شاء الله عليك اقسم بالله يا باشا ده انت يعني شكلك يعني ايديك مشققه اهو يعني بسم الله ما شاء الله طلع يا كسيب بس ما كسيب اقسم بالله بسم الله ما شاء الله بجيب على قد النبي عشان خاطر يا باشا موسى موسى ربنا ربنا يستر يا عم انت يا عم بالله يا باشا موسى يا فندم ربنا يستر النبي يا باشا البت بتروح مني البت بتروح مني البت بتروح مني البت بتروح مني حد ابعت لي يا رب يا فرج الله يا فرج الله ابو عباده ابو عباده يا رب يكون في مصر باذن الله
الو ابو عبيده يا حبيبي يا غالي، وينك يا ابو عبيده يا جميل؟ انت دقيقه بقى عندك، دقيقه بقى عندك يا حبيبي. اقول لك يا باشا، اطلب منك حاجه عشان الراجل ده بس ما بيصدقنيش على طول. انت زق معايا اليوم ويا عم، لو ربنا كرمني وطلعت منه بمصلحه انت زق معايا ويا عم نسبه. بس انت شاهد اهو، انت شاهد على المكالمه وشاهد على السلام وعارف ظروفه. الله يبارك لك يا باشا، الله يبارك لك. اهو ابو عبيده اهو، يا فرج الله يا فرج الله. حبيبي حبيبي يا ابو عبادة، حبيبي حبيبي يا ابو عبادة، كنك يا الغالي. حبيبي يا ابو عبادة، حبيبي اقسم بالله يا حبيبي، والله العظيم حبيبي ابو عبادة، والله العظيم ابو شخبارك يا حبيبي؟ مالك ابو عبادة؟ اقسم بالله ما يعني ربنا عالم بظروفي، ده انا متكحول والله العظيم. ايه حرفوشي عندي والله العظيم، بص الادويه للبت والدنيا بايظه اقسم بالله، وما عارف اعمل ايه. ده حرفوشي ده، انا واخد والله العظيم فرفوش، بس اعمل ايه؟ مفيش فلوس ولا مش فرفوش فلوس يا راجل، فلوس اخر حاجه يا حرفوشي. بص بص ابو عبادة، ادويه البت لسه امها بتكلمني دلوقتي، اسال الباشا اهو، اسال الباشا اهو. والله العظيم ده والله من كتر حزن عليك انت عامل نفسي متضايق. لا يا عم الله يكرمك، ليه يا عم؟ والله العظيم ثلاثه البت في الحضانه المره لسه بتكلمني بتقول لي عايزين يجي 20,000 جنيه. والله 20,000 جنيه يا راجل، كام اهو؟ اساله الف كام؟ الف كام يا راجل؟ 20 الف كام قدامك؟ خد يا راجل الف كام. طب الف كام اهو، يا بركه الله. الف كام؟ الف كام؟ الف كام؟ طب قول والله قالت 20. والله العظيم قالت 20,000. قول والله العظيم قالت 20,000 اهو، اهو بيحلف بالله ابو عباس. خد يا راجل اقسم بالله، اللي انت عايزه نزلني يا راجل. انت لا لا ما خليك نزلني، عد عليك بالليل، عد عليك باشا بالليل ونعناجه. ها سلام ابو عباده، مع السلامه يا حبيبي. سلام السلامه ابو عباده، مع السلامه. سلام ابو عباده، انت حظك من السما. كرم الله، استنى بقى استنى عشان البت كده. ايه حظك من السما؟ الحمد لله اقسم بالله، ربنا كريم. عندك ابو عباده يا عم، ده كرم من الله. طب ايه يا اسطى؟ ايه يا نوسه؟ ايه يا نوسه يا حبيبه قلبي؟ بقول لك يا بت، جهزي حماده الرايق واظبطي الدنيا والحياه حلوه وجبرت معايا النهارده ابو عباده. انا عايز الليله مش تبقى حمراء، انا عايزها تبقى برتقالي. انا بحب الاورنج، اديني اديني صوت بالحساس. يلا سلام سلام يا روح قلب حبيبي. لا معايا زبون كده كتيان عطياره واجي. يلا سلام. فين اللي انت اتفقت عليه معايا؟ اتفقت عليه يا عم. انت مش قلت لي ساعدني وبتاع وهنقسم بالنص وانا هرعيك؟ انت منهم اللي بيبصوا فرزان؟ انا ما ببصش برزق حد. بقول لك ايه، هش السلعه، ما تقوليش هش السلعه، هش هش شويه على نفسك. عيني تلاقيني يا جدع، اتكل على الله. انا مفخرك اركب على انت اعلى مفخر اللي هركبه. تصدق انت تقول لي انا الامر تعرض حالا يا جدع؟ ايه طب وقف يا ابني. مين ياد بتغلط في مين؟ بقول لك وقف يا عم، وقف يا دعيب يا عم، وقف. هديك السحلول يا عم، وقف. هديك المغلفه في وشك، ما تعرفش البخ، تعرفش ولا انت ولا الحلميه دي. طب وقف بدل ما اوقفك انا. توقف مين يا جدع؟ ليه يا جدع؟ يا جدع هيحلك مين؟ ربنا ما هتعرف يا جدع هيحلك مين؟ ما تبصليش كده انت يا جدع. ولا والله بقول لك يا جدع، ايه ده يا جدع؟ يا جدع يا جدع يا جدع على عبلك، يا جدع على عبلك يا جدع. اقفل الباب كده، اقفل الباب، اقفل الباب. اهرب يا جدع، اهرب يا جدع. على طول ما حل، ربنا ما حل. ده ايه ده؟ مقلب مقلب مش حل، ده مقلب حمصاوي. ربنا ما حل، وربنا ما حل، مش مش بص، وربنا ما حل. لا يا جدعان، لا يا جدعان، والله العظيم ما حل. والله لا والله مش حل. ده مقلب 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 مقلب. روح نذيع ولا ما نذيعش؟ نذيع يا عم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ ايه انت كده يا عم؟ لا 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 لا، انا صوتي كده يا باشا، واخد يا باشا. يا نوسة حبيبة قلبي، لا 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 لا، في قلبي سكرانة يا نوسة، عليا الطلاق يا نوسة، ما معايا اجيب له بوسة. 7,000 جنيه؟ الحضانة ب 7,000 جنيه؟ طب وانا اعمل ايه يا نوسة؟ لا 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 لا، طب خلاص خلاص هحاول اتصرف يا بنت. يلا سلام يا حبيبة قلبي، سلام. لا 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 لا، مع السلامة مع السلامة. لا 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 لا، مؤاخذة يا باشا، معلش البنت تعبانة وطالع عينيها وما بتكلمني دلوقتي، محجوزة في الحضانة. يا باشا اعمل ايه؟ عليا الحرام. بص الأدوية يا باشا، بص يا باشا الأدوية، بص يا باشا
بص جايب لها، انا اجيب لها اسره مدول. طيب اجيب للبت ايه؟ طيب عشان اجيب لها اسره مدول اعمل ايه؟ باشا استاذن معاك يا باشا والنبي، وقف جنب اخوك، وقف جنب اخوك الله يبارك لك. وقف جنب اخوك يا باشا. والاخ ما بيسمش يا عم. الله يصح حالنا وحالك. انا عندي مشكله صغيره اقسم بالله. البت في الحضانه، البت في الحضانه وعايزه 7000 جنيه اجيبهم منين؟ باشا الله يصلح حالنا وحالك. انا كل اللي عايزه يا باشا، طب شوف لي، شوف لي 3000 جنيه والنبي يا باشا. 3000 جنيه والنبي يا باشا. يا باشا الله يصلح حالنا وحالك يا باشا والنبي. ابعت يا رب ابعت. طب بقول لك يا باشا والنبي، انا في واحد صاحبي خليك بيرن عليا، انا اجيب اي حوار كده يا باشا واعرف اهند منه اي حاجه. انت بس انا هستشهد بيك، فانت زق معايا يا باشا. باشا ويا عم ليك نسبه لو ربنا كرمنا باي حاجه. خلاص يا عم، خليها يا عم. والله ليك نسبه يا رب. ابعت يا رب، ابعت يا رب. انا ابو عباده حبيب قلبي، انت فين يا عم الناس؟ يا نهار ابيض يا نهار، ده انت على طريق ابو عباده. طب فين؟ عد اخدك يا حبيبي. انا دقيقه عندك، دقيقه واحده بالظبط. يلا سلام. ابو عباده الكليه المفروض تكرمني بيه برضه. معلم باشا احنا هناخده بطريقنا ماشي. يعني هتاخد منه مثلا يا باشا اللي ربنا يبعت ده بيه، انت ليك منه نسبه. ده اهو اهو ابو عباده، اهو ابو عباده يا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي فرج الله، يا فرج الله. تعالى تعالى ابو عباده، اركب يا حبيبي، اركب ابو عباده، اركب ابو عباده. ونجيك يا راجل، كنك كنك كنك. اقسم بالله نورت مصر ابو عباده. ونجيك مالك يا فرفوش؟ مالك فرفوش؟ والله العظيم فرفوش. ماشي ماشي يا ابو عباده فرفوش. والله البت تعبانه وادويه والحاله زي الزفت، والمره لسه مكلماني دلوقتي اقسم بالله 7000 جنيه عشان حضور. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كنك يا راجل. لا لا فلوس يا راجل، فلوس اخر حاجه يا راجل. ايه كانك يا فرفوش؟ اقسم بالله شبرك عليك حبيبي. ايه يا راجل خد يا غالي، اقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك. محتاج فلوس؟ لا محتاج فلوس. كانك يا راجل. اضحك يا فرفوش يا اخي بس، اضحك يا اخي بس. فرفوش بس يا ابو عباده، فرفوش ابو عباده. لا ده راجل حبيبي، ده راجل باشا والله العظيم. بص هو كان حاضر المشهد كله معايا والله العظيم. ده والراجل حاول يساعد الراجل ده. 22000 جنيه نزلنا هنا عشان لا مؤاخذه. انت الصراحه يعني حرفوش حرفوش وعباد، حرفوش وعباد. نزلني يا حرفوش. اقسم بالله نورتني. اه يا حرفوش. لا لا على مالك، على مالك. فين ليه بس؟ ليه بس؟ سلام ابو عباده، سلام سلام ابو عباده، سلام يا حبيب قلبي. تعالى جنبي يا غالي، تعالى تعالى حبيبي. اتفضل يا باشا، تعالى يا باشا، تعالى. بسم الله صلاة على النبي يا عم. اتقل بقى بنت نوسة، جبرت يا بنت، جبرت احلى غبران. يلا جهزي الدنيا. ها الدنيا يا باشا، اسمع بقى، اهدى علينا بقى. ده الواحد كانت ناشفه عليه الحياه اقسم بالله. يلا حبيبه قلبي، سلام يا روح قلبي، يا روح الروح، يا قلب القلب. هو انت مش بنتك؟ يلا سلام سلام. هو مش بنتك بتموت؟ انت دلوقتي واحد اللي بقى بنت بتموت اما ربنا كرمنا وجبر. ايه يا بنت في ايه؟ اتكلم عادي، ايه يا عم في ايه يا عم؟ عم ايه يا عم انت؟ انت هتقول لي عم ثواني يا بابا. عم ايه يا عم انت؟ بس شوف ال انت لو ما طلعتش حالا انك ما تشوفش ايه اللي هيحصل. شوفش ايه؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ فلوس ايه يا عم؟ انت مش قايل الكحول ده هيجي ويجيب 10000 جنيه ولا اكتر ولا ايه؟ يا عم اداني اللي اداله يا عم. انت انت ايه بتصدق؟ وانت اي حاجه تقال لك كده تصدقها؟ هو لا والله. اه والله. ايه يا عم في ايه؟ الفلوس رايحه للعفه. لا رايحه النوسه ورايحه النوسه يا عم. انت سامع كل حاجه. والحمرا والازرق. بس يا بس يا بنت انت ثابته. بنت انت مالك؟ يا عم انت مالك؟ انت ما بتقولهاش يا بنت. انت بتمد ايدك انت عبيط يا عم ولا ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ عبيط مين يا ده؟ ابن مين اللي ابن عبيط يا جدع؟ اوعى جدع انت عبيط ولا ايه؟ انت حرامي ولا ايه؟ اوعى جدع اوعى جدع ايدك. انت مجنون. انت بتقول ايه يا ابني؟ مين اللي ابن ست؟ انت حرام على القرار انا اصلا عليك يا ابني. انت حرامي ونصاني يا ابني. يا ابني يا ابني اوعى ايدك. الفلوس الحلال من دي ولا ولا اوعى يا حراميه يا اولاد. ولا مين الولد ده؟ انا مسجل خطر يا ابني. مين اللي ابن؟ اقول لك ايه؟ طب انا هريحها هريحك. شايف شايف دي؟ هوب خد يا خد يا دارت اللي حراميه يا اولاد. خد يا اولاد، خد يا بنت، خدوا يا اولاد. طب ايه ده بقى؟ خد انا ابو حرفوش يكلم. بقول لك ايه، احنا بنهزر. تعالى تعالى ده مقلب 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 مقلب. صباح الفل.
فيها ولا مفيهاش؟ هنطلع بنشتم ونعمل حاجات؟ لا مفيش الكلام ده، انتوا شرفتونا ونورتونا ونورتوا كريزي تاكسي. دلوقتي حلقه جديده يا جماعه من كريزي تاكسي وكاركتر جديد، وادينا بنلف في الشوارع اهو في انتظار ضحية. مساء النور والجمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فش ألو، ايه يا حبيبي تقال وانا اعمل ايه بس؟ والله العظيم الدنيا زي الزفر، مفيش شغل مريح تريحة ما يعلم بيها الا ربنا، اقسم بالله. طب وهي الحضانة دي عايزة كام؟ طب ما ننفعش نوديها حاجة حكومة طيب ولا أي حاجة؟ يعني إيه مفيش أماكن في الحكومة طيب؟ يلا مع السلامة حبيبي. مؤاخذة يا باشا. والله يهمك. الواحد مبقاش فاهم يعمل إيه في الحياة وفي الدنيا، البنت الصغيرة والحضانة والله مش لاقيين لها مكان. مش لاقيين لها مكان في الحكومة كتير. مفيش، مش لاقيين ولا في الحكومة ولا غيره، ده إحنا مش لاقيين غير في المستشفى خاصة وعايزين مبلغ وقدره. عايزين قد إيه كده يعني؟ كلمه في 7-8 آلاف جنيه يعني. والله العظيم والدنيا زي الزفت يا باشا. معلش يا باشا يعني لو كنت انا يعني بتقل ولا بتكلم، بس الواحد بيفضفض والسلام يعني. ربنا معاك يا ابني، ربنا معاك. معلش تزق يا باشا معانا بأي حاجة. والله احنا ربنا نعلم في فلوس رايحين نستلفها من واحد. طب يا باشا لو فلوس رايحين تستلفوها وربنا يكرم، ما تشوفوا لي أي حاجة. مؤاخذة يعني انت زي ابويا. بقول لك هنستلف، احنا هنستلف. ما هو الدنيا يعني ايه الناس لبعضيها يا باشا، حتى لو انت هتستلف ما استلف لك. ها؟ انا مؤاخذة ما اقصدش يعني العيب ما تعناش على الحاجة برضه يا باشا. بسم الله العلي العظيم، الواحد ما عارف بيعمل ايه في البلد دي يا اخي. معلش والله يا ابن الظروف ربنا اللي يعلم. حقك عليك. جهزها وربنا اللي يعلمك. مش بقول لك بنت يا باشا تقول لي بنت؟ اقول لك يا ابني دي بنتك ودي بنتي، يعني الحل من بعض. حبيبتي يا سامي يا الصغار، محدش حاسس بحد ولا حد حاسس باي حاجه في الدنيا دي. الو يا ابو عباده حبيب قلبي، انت فين يا عالمي؟ تمام ماشي يا غالي، انا هعدي اخدك في الطريق. ماشي حبيبي، يلا سلامه حبيب قلبي. سلامه غالي. بقول لي ما عليك يا معالي الباشا، انا هطلب بس منك خدمه لابنك، انت اضرب الظروف وسمعت الظروف بودانك. الراجل اللي هيركب ده انا عايزك بس انت تعززني عنده وتصدع على كلامي. هتكلم يا باشا، هو دلوقتي راجل خليجي صاحبي، انا هتكلم معاه وبتاع واخد ودي، يمكن يطلع منه حاجه لله عشان خاطر البت. يا عم وليك نسبه عندي، اي فلوس على خدها منه ليك نسبه. معلش انت صدق على كلامي. خلاص. الله يبارك لك. خلاص والله ماشي. الله يبارك لك يا عم. الله يبارك لك انت. ماشي اتفضل يا ابو عباده حبيب قلبي. حياك الله. حياك الله يا عم الناس يا عالمي. اتفضل ابو عباده حبيبي، وحشني والله العظيم. انا زي الفل والله، انت عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام ابو عباده. الحمد لله يا رب دايما. الراجل ده بيشكر فيك قوي. اه والله العظيم ابو عباده ده من احسن الشخصيات اللي انا عرفتها في حياتي. لا واضح الرجوله والادب، والله العظيم ثلاثه ما احتجته له مره الا وكان واقف جنبي. حبيبي الله يلا طول عمره، خيره عليا، خيره عليا اقسم بالله. ظروف زي الزفت اقسم بالله العظيم. مالك حبيبي ايش جرى؟ والله العظيم البت بتي ماشي طالع على باب الله دلوقتي، جالي تليفون من الولية قالت لي البت والحضانه والفلوس والدنيا متكعبله والواحد مش عارف يعمل ايه. لا 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 اقسم بالله، وما بيتكلموش في 10 ولا في 20، ده بيتكلموا في 10,000 جنيه. حبيبي بدك قرشين بدي اعطيها لك عادي. بسمتك يا باشا ما حصل الكلام ده قدامك؟ ايوه ايوه بالله أيوة عليك يا باشا. أيوة والله العظيم ابو عباد صايد. اه والله العظيم ثلاثه. حبيبي اتفضل. ربنا ما يحرمني منك، ربنا يبارك لك. روح يا شيخ ربنا يكرمك ما يحرمك ويعود عليك الايام بخير، يجعل لك بكل خطوه سلام. ادي يا كريم باذن الله. انا هنزل هنا بدي انا. ايوه انا حاضر حاضر. اقف على جنب بس يا ابو عباده. اقف على جنب. انت بتتجهز؟ ما خلاص يا عم، في ايه يا عم؟ ولا حاجه يا عم.
يا عم في ايه مالك؟ انا يبارك لك يا حبيب ابو عباده، هكلمك بالليل حبيب ابو عباده يا عسل يا جميل، اقسم بالله حبيبي. يا روح الروح، بقول لك ايه، جبرت النهارده والحياه اشيه والدنيا زي الفل، هنسهر يا باشا، جهزي بقى دنيتك وحياتك وليلتك. الله اللي فوق فصل ليه؟ طيب استني يا بت، هتسهر فين؟ هتسهر يا باشا بقى مطرح مطهر بقى. لا لا الا الله، انت هتبص لنا في السهره كمان؟ لا لا مش هبص يا عم، سيبني يا عم الله يسهر حالك بقى، نزلك التجمع ونخلص بقى يابا. والنسبة بتاعتنا احنا فين ان شاء الله؟ نسبة ايه بقى مناسبة بقى؟ كل سنة وانتم طيبين. لا نهزر ولا ايه؟ نعم نعم الله عليك يا اختي. في لا لا لا، اتكلم عدل، اتكلم عدل عشان ما اهزقكش. تهزق مين يا جدع انت؟ انا اللي بقول لك اهزقك. تهزق مين يا عم انت؟ مطرطش ولا ايه؟ متوحد يا جدع، احترم نفسك واتكلم كويس. لا اهدى شويه، اهدى شويه، ده انت ليه الادب؟ صحيح انت طمعان؟ اه طمعان يا اخويا، فلوس طمعان. اه انت لو كنت قدمت السبت كنت لقيت الحد يا بيه. على ايه الطرامه؟ معايا فلوس يا بني ادم. طب انت ما معكش فلوس، طب اعمل لك كده رزق البت يا عم. لا اله الا الله، كفايه ان انا كدبت، كفايه ان انا كدبت يا عم. انا لحست بقى، انا لحست الكلام. لا لا مفيش لحس يابا، يا عم انا لحست الكلام. هات يا عم الله يبارك لك يا عم، حلك من عليا النعمه من نعمه ربي. لو الفلوس ما طلعت دلوقتي لا بهدلك ولا يمنع عليك الناس. تبهدل ايه يا ماما؟ انت ليكي عندي حاجه؟ بقول لك هتزعل بالمصر. والله انت اللي هتزعل وهتجيب ناس تزعل. اه بتسابني يا عم؟ انا محترم نفسي لحد دلوقتي. محترم نفسك؟ لا 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 الله، ايه هتطلع ايه يا اخويا؟ لا يا لا هتطلع لا. ايه روح امك؟ روح ام مين يا عم؟ اه روح امك يا عم. واحد الله يا عم، في ايه يا عم؟ يا جدع والمصحف هديك في وشك يا عم، ما تغلطش، انت راجل كبير. راجل كبير بس الام الشبشب ده على دماغك وحنيا. انا هخلي ليله امك سودا. يا عم بس ده يا جدع، انت بقول لك هتركب. جدع اتكل على الله بقى، وانت راجل كبير مش عايز اغلط فيه. مش هتعرف تغلط يابا، والمصحف ما هتعرف تغلط يا جدع، ورب الكعبه ما هتعرف، والمصحف ما هتعرف يا عم. يا جدع يا جدع انت ما تخلينيش اغلط فيك يا عم. يا عم الله يخليك نزلت. ايه ده بس؟ ايه ده يا عم؟ ما فيش ايه ده بقى. اهلا بنهزر والله فعلا. يعني نتمنى انك تشرفنا بانك تخلينا نذيع الحلقه. ذيع نورتيني. ربنا يخليك. هدخل من شارع تاني عشان الدنيا لبش. لبش فين؟ ما الطريق حلوه. تقلقيش يا ست الكل، مش رايحة مش رايحة المساحة الهرم، هوديكي. أنا قلت لك أقلى بس الطريق حلو. ماشي، أخش من طريق مختصر. في أنهي طريق يا اسطى؟ أنت بتحول ليه كده؟ يا ستي ما بحورش. عمال تقولي طريق ومش طريق، فيه إيه بالظبط؟ ما بحورش عليكي. أمال إيه طيب؟ بقول لك إيه؟ السباحة دي. إيه شايفاني باكل كرانشي؟ خلاص بص قدامك. أنا ما باكلش كرانشي، اركب معاه ما تخافش. انا ما بخافش. استرها علينا يا رب، انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم على قلبي. هما مين دول؟ ربنا يستر علينا. عصابتي ولا ايه؟ يا ستي عصابتي ايه؟ ما تقلقيش، تقولي يا رب بقى. ما بقول يا رب وما اقول ايه؟ استرها علينا يا رب. ربنا يسترها ان شاء الله. شامم ريحتهم وحاسس بيهم. مين دول اللي انت شامم ريحتهم دول؟ انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم. لا اله الا الله يا ربي. مصحف. مين هما دول؟ هم جم هم الهرس تهرب منين يا وحدان؟ ليه ما هربتش منكم؟ منين بتحبك؟ بقول لك ايه؟ بقول لك انا سبت لكم البلد كلها. لا نزلني انا سبت البلد كلها. جيت اقعد انت يا ورا. اقعد يا ولية. شيل الخرا على دماغك. اقعد يا ولية. احترم نفسك. احترم نفسك. عليا عليك بالثلاثة. بقول لك ايه؟ يلا في دماغكم. وحدان اخويا يتضايق من حرمة. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ في ايه؟ انت السبب.
انت اللي رحت للباشا وقلت له افكرك قال لك ايه جليل. طب انا مالي اقول لك ايه بعد اذنك نزلني هريري يخرب بيتك نزلني على الارض للنجايحه يا وهداء نزلني صح يا وهداء صح يا هريري فاكر بس انت اللي رحت عملت معاه كل الحاجات دي كان لازم اخد حاجه وحاجه نزلني نزلني يا وليه نزلني يا وليه اه تكلم انا ما تنويه اسكت انت بتصبط عليا ولا ايه مين عامل عصابه ولا ايه عصابه ايه بقول لك ايه بص الحركه دي مع عصابه الحركه دي معناها ايه نزلني نزلني في انت عامل كده وخلاص في ايه شوف ايه ده بقى يا مؤاخذه يا باشا ده اللي انت بتعمله ده كنت علي سل عربيه لا لا نزلني كنت علي سل عربيه بسببك نزلني بدل مخناق تخنق مين فاكر ام 30 سنه ما طلع السلاح يا ولي بسمع طب النبي نزلني انت نزلني طلع السلاح مفيش نزول بوت اسمه اقعد امال ايه طب انصف حساباتي مع واد عمي يخرب بيتك على خاطر انصف حساباتي معاهم انا مالي انصف انا مالك عيال صغيره شيء مالك يا عم العربيه خدتني من الصعيد انت وعيكوا خرب وجعتني ايه في طار عليك ولا ايه في طار يعني ايه طار في طار عليك ايوه طاري طب ممكن انزل اقعد ممكن انزل انت قاعد على قلبك خد خبر يا ولي يا عم نساني حسابات ما تعليش صوتك عليا مفيش نزول ما تبصليش كده هو عبيد ده ولا ايه بقول لك ايه بقول لك عمرك يا منتصر خلاص خلاص عشان خاطر الوليه ايه أنا قررت إنكم تاخدوا طاركم مني وأنا اللي اختار طريقة الموت اختار يا أخوي هموت بالنبع اقتلوني بالنبع في وداني ايه الهبل اللي أنا فيه موتوني بالنبع ردك يا عصران هريدي ده طلع راجل أيوه أوي حبيبي يا ولد أنا اخترت المكتب نفسي حرام عليك أنا تعبت نزلني من بنات النجايح أنت مين اللي بعت نزلوني نزلوني دي حواجب النجايح انا مش متحرك من انا مش مش متحرك من سالفه كبت معايا بقول لك ايه نزلني دي نزلني عيون النجايح نزلني انت 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 عليا انت عليا النجاح انت عليا نزلني بلغي كلمه واحده عايز اقول لك على قوم نادى عليا احنا ما لتش تمشي واحد يا ولد احنا ما نناديش ايدينا على حرمه هتنزل الحلقه دي رعافي نزل الحلقه دي هنزلها في الكريزي تاكسي والله العظيم بس انت انت ايه دخلتي على 3 ساعات كده عايز تضرب 3 لا وانت اللي تعملت ده الا انت يا رب نكون خفاف على قلوبكم ده ان شاء الله يجي ما ينفعش من اسم القناه عشان ما نحرقش انتباه ما نورتينا وشرفتينا لا بس بجد فظع ربنا يخليك يا رب بجد والله فظع انا وحضرتك طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فين في المعادي سرعه استر يا رب ما عايزش مشاكل ما عايزش مشاكل ما عايزش مشاكل يا هريدي عندي ربكة برجوازيه عندي ربكة برجوازيه برجوازيه يعني بلاش طاقيه عندي حساسيه لمحتهم يعني قلبي مقبوض كله على الله تسهم علينا بقى وشغلانه ما يعلم بيها الا ربنا شغلانه ما يعلم بيها الا ربنا عليها قليل ما تشتغلهاش يا عم لا يا عم بقول لك ايه ما تسيبني في حالي يعني ايه ما اشتغلهاش يا عم ايوه ما اشتغلهاش وحدة يا هريدي عسران عسران يا هريدي عسران ايه اللي جابكم الام دي وانت في وشك فجر انت عايز تهرب في وشك فجر وضيق علي عايز تهرب منين انت ضيق يا اخي من نينا ليه عايز تهرب من نينا نينا بتحبك عايز تهرب من نينا يا عمري ما فكرت اهرب من نينا امال ايه نينا هو في جمال نينا ده انا كنت ليه النهار قاعد مع نينا بس انت السبب اني انت يا عصران السبب اني وهدان ده عصران انت يا عصران السبب ايه اللي حصل قول لي اقول لك اللي حصل ايه قولي نسيت ان كنت نسيت اللي جرى هاتوا الدفاتر تنجره فاكر ايه ده انت عشان دي حسابات بنصفيها مع بعضينا وكنا كلنا بنقعد مع نينا والناس تحبها منتصر منتصر مين ما عارف نرجع لمرجعنا ايوه بيقول لك ايه مرجعنا بقى اقول لك انا البيه واد عمك راح للضابط عليه وقلت له قال لك ايه افكرك قال لي لما صح ايه داي ايه داي استنى وقف عندك
وقف عندك تغلط في قرايبيني. ايوه يا عم ما نحاسب انت وامك. انت بتطلع ايدي حاسب مين؟ انت جد اللي بتقوله ده؟ ايوه جد يا عم. لا ده انا ولد عمي على الغريب وانت الغريب. انت الغريب. انت الغريب. انت الغريب. كيف يا غريب؟ دور يا عمك يا غريب يا راجل. انت من جاي حال. انت من فاهم. انت من جاي حال. روح عيدك يا عم. هتموت زي ما مات جديك. مات جديك. مات ازاي؟ جدية؟ متخزوك. مين اللي خزوك؟ جدي. جدك انت اللي خزوة. ارجع لمرجوعنا. فاكر من ايام الكيجي؟ ايام الكيجي لما كنت تاخد السندوتشات اللي حصل اللي حصل كنت تاخدها من البت هنية. ايوه انت مين انت؟ عم بس ما تقولش مين. هتموت انت وولدك. انت وولدك هتموت. ده ولدك. اقتل ولدك. انا خلاص. هو ده اللي عليه الدور. ده ولدك. انت اللي عليك يا ولد. ده ولدي. ده محمد ولدي. محمد ولدي. محمد خضري ولدك. ايوه هو اللي عليه الدور في الطار. يا عم اوعى. اوعى يا ولد. اوعى يا ولد. اوعى يا ولد. ولا يهمك. ولا يهمك. يا عم اوعى يا عم. اوعى ايدك. اوعى ايدك. اوعى ايدك. يا طباخ. تزغد لي. خلصوا عليه يا رجالة. خلصوا عليه. خلصوا عليه. انت هتموت موتة. موتة البرغوت. موتة البرغوت. كده. كده. يا برغوت النزعة انت. بالمبيد الحشري وديب رقبته. خش بينا في راسيه. اوعى ادخل فينا. انا اخلص عليك. نزل يا عم نزل. مش نزول ده انت تخلص عليك. نزيه الحلقه دي ولا لا؟ صحابك هيشوفونا والدنيا وبتاع. تطلع وحش انت بتضرب صعايده وبتاع.